السلام الله عليكم مشاهدي قناة المغربية الأفاضل، وأهلا بكم معنا إلى هذه التغطية الخاصة المتواصلة منذ 7 أسابيع الآن، وتأتيكم على المباشر من قناتكم قناة المغربية. ونرحب كذلك بفخامة الشعب الجزائري الذي أثبت مرة أخرى أن مطالبه هي الأساس، وأثبت أنه هو السيد، وعليه تطبيق المادة 7 من الدستور لوحدها. نتكلم اليوم مشاهدي الأفاضل عن الاجتماع، اجتماع البرلمان هذا الثلاثاء بغرفته للفصل في قضية شغور منصب رئيس الجمهورية، وستجتمع كذلك اليوم لجنة تنظيمية لتحديد أشغال البرلمان المتعلقة بالفصل في قضية شغور منصب رئاسة الجمهورية. هناك من يرى في هذه الإجراءات على أنها شكلية، بما أن بوتفليقة ذهب شخصيا إلى المجلس الدستوري وقدم استقالته، ونتساءل عن ما إن كان هذا البرلمان وما يحويه من كتل حزبية معروفة سيعارض استقالة الرئيس أو سيصوت ضد قبول شغور منصب الرئيس، مما يحولنا إلى تساؤل آخر حول إصرار قيادة الجيش اتباع فقرات الدستور وتمسكها على تطبيق المادة 102 بالتناغم مع المادتين 7 و8 من الدستور. ولماذا نتساءل كذلك، لماذا لم تصل رسائل فخامة الشعب الجزائري إلى متخذي القرار وإيقاف هذه العبثية والتسريع في إرساء دولة قانون عبر منح استقلالية للقضاء، القضاء الذي سيتخذ من المادة 7 ربما المادة الدسمة للإجراءات اللازمة لإزاحة العصابة المارقة كما وصفها قائد الأركان دون ذكر أسمائها، لكن الشعب ذكرهم بالأسماء، ومن بين الأسماء التي تداولتها الجماهير في كل الولايات والمضاشر في هذه الجمعة، جمعة الحسم، كان عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة الذي سيصبح حسب المادة 102 رئيسا للدولة، وطاهر بن عيز رئيس المجلس الدستوري الذي قبل ملف المترشح المريض، وسيدهم السعيد رئيس المركزية النقابية الذي وصف بأقبح النعود كل من لا يصوت لبوتفليقة وطيب لصاح بوتفليقة في العهدة الخامسة، وصفهم بأنهم ليسوا رجالا. وكذلك نتحدث عن طيب لوح الذي كان يشغل منصب وزير العدل وحافظ الأختام، الذي نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي أمس لتفنيد إشاعات هروبه بأموال من الحدود المغربية. نتابع. إذن في ظل بقاء كل هذه الوجوه المنبوذة تجوب وتقرر بدل الشعب، وكذلك الإبقاء على الممارسات القديمة، حيث تم اعتقال عدد من النقابيين أمس كانوا قد تجمهروا أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين للمطالبة بالإطاحة بسيدهم السعيد، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة أين تم سماعهم وأخذ بصماتهم وصورهم وهواتفهم النقالة. فهل يمكننا القول أن النظام الجزائري وصلته فعلا رسائل الحراك أو رسائل ملايين الجزائريين منذ 22 من فبراير الماضي، والرسالة القوية التي بعث بها الجمعة الماضية جمعة الحسم؟ إذن مشاهدينا الأفاضل، نتحدث كذلك ونتساءل هل فهم النظام هذه الرسائل أم أنه سيستوجب رسائل أخرى وجمعات أخرى ربما لتصل هذه الرسائل كما يقولون بصفة مباشرة إلى متخذي القرار، الذي يرى الكثير من المراقبين أنهم يريدون الالتفاف حول المطالب الشعبية. إذن لمناقشة هذه المواضيع ينضم
إلي عبر خدمة سكايب الأستاذ حسان بورا الصحفي والناشط الحقوقي، وكذا النقابي والناشط الحقوقي لطفي علام من الجزائر عبر خدمة سكايب. أبدأ من الجزائر مع لطفي علام النقابي والناشط الحقوقي. لطفي، احكي لنا قصة اقتيادكم إلى مراكز الشرطة بعد هذه الوقفة التي نظمتموها ضد بقاء سيدي السعيد على رأس النقابة المركزية. السلام عليكم وسلام على كل مشاهدي قناة المغربية، وسلام على كل فخامة الشعب الجزائري. وحنا البارح كنا في وقفة احتجاجية باش كنا ضد بقاء سيدهم السعيد في على رأس المركزية النقابية. أيوة. وأنا يا معروف أني نقابي حر وأنا تابع لنقابة مستقلة، ولكن هو ضر العمال الجزائريين، هو راه ضر كل المنظومة العمالية في الجزائر، وعلى هذا نحوس الرحيل تاعو بأي طريقة. لكن هو كان بعث سيدهم السعيد بعث في عدة نقابات ولائية، بعث ربما نشرية يطالب فيها هؤلاء النقابيين بإمضاء لصالحه للبقاء على رأس هذه النقابة المركزية. يعني هل لم تصل رسالة الشعب الجزائري لهؤلاء؟ ولاحظنا خاصة صوره وصور العديد من المسؤولين الذين تسببوا في تركيع الجزائر متداولة في هذا الحراك وهذه المسيرات الشعبية الحاشدة، لماذا لم تصل الرسالة في نظرك سي لطفي؟ شوف، انا حضرت كاع الجمعات السبعة حضرتهم في العاصمة، وشفنا الوقفات اللي كانوا يندروا بالسب بالحد، المحامين، الطلبة، أسلاك الصحة، جميع الأسلاك كان فيه نوع من الليونة. البارح انا شفت باللي كاين قمع كبير للنقابيين بصفة خاصة، النقابيين كان عندهم قمع واقتدونا من العاصمة، من شمالات، من ساحة، من اول ماي، من المركزية النقابية، المركز الرويبة، المركز حتى الدولة حتى الرويبة. ايوه. ما ضربوناش، ما سبوناش، يتعاملوا معنا كمجرمين، ونفس المعاملات اللي كانت مقبل 22 مازالها مالغري، حتى وراح بوتفليقه وراح ويحيى وراحوا مازالوا نفس التصرفات ونفس السلوك. وشنو هذه التصرفات والسلوك؟ وشنو هي التصرفات؟ التصرفات يديك على الساعه تاع الصباح، يطلقك على الخمسه العشيه من مركز الشرطه، لا ما لا اكل، لا يقول لك تبدا انا كيما انا عندي ديابيتيك، نشرب الدواء تاعي تاع السكر. أيوة. ما يخمم عليك، لا نفس الشيء، ما عندهم نفس المعاملات اللي كانوا مقبل، ما يضربكش ما يسبكش. بس رجال الامن يا لطفي للامانه هم قالوا انه اخذوا العناصر البارزه في هذه النقابات لتفادي ما وقع الأسبوع الماضي كان فيه يعني اشتباك بالسلاسل، وكان فيه يعني تصاعد لل هذه القضية، هذيك القضية الأخ عادل ما خضتش حيز كبير وتغطية إعلامية. هذوك البلطجية كانوا داخل النقابة، داخل المركزية النقابية، ما كانوش برا. أيوة. كانوا داخل المركزية النقابية ودخلوا بالأسلحة بالأسلحة البيضاء، بالحدايد، ودخلوا بالسلاسل، ودخلوا بالمواد، كانوا داخل وما عندهم حتى صفة، لا عامل، لا نقابي، لا حتى، هما دخلوهم وجابهم بلطجية، جابهم سيدي السعيد وخالصين. خلينا نشوفوا مقطع من هذا وش وقع الأسبوع الماضي، ثم نعود إلى عبد الكريم السيس الذي التحق بنا الآن. الحديدية
يعني شوفوا الآن في الفيديو هذا كان الضرب والسب كان يجي من داخل كما كان يصف لنا أستاذ لطفي علام نقابي النشط الحقوقي، يعني في عوض اعتقال هؤلاء الذين كانوا يستعملون السلاسل والكلام البذيء من داخل المركز أو داخل مقر النقابة، نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين. تم اعتقال هذا السبت قيادي في مختلف النقابات، بينهم عبد الكريم السيس نقابي وناشط حقوقي وقيادي في جبهة التطهير، تطهير الاتحاد العام للعمال الجزائريين. نرحب بك سي عبد الكريم مسيس. هل تتفق مع لطفي علام كيقول أن نفس الممارسات القديمة ما زالها اليوم من قبل الشرطة؟ يعني لا شيء تغير بعد 7 جمعات من ملايين خرجوا للشارع. بطبيعة الحال ممارسات تقاتل نفسها. على حسب المعلومات اللي قناها انه كانت اوامر فوقيه. ايوه. كما يقول المثل الجزائري القديم، ضربني بكا وسبقني وشكا. عندك المركزيه النقابيه المقر تاعها، حتى الساحه تاعها ممنوعه عن النقابيين ومسموح الناس ما عندهمش علاقه بالنظام النقابي. وحتى اجانب عن النظام النقابي بلطجيه، وشفتوا في الحادثه اللي فاتت السبت اللي فاتت. ايوه. اعتداء على النقابيين المتظاهرين امام مدخل المركزيه النقابيه بالسلاسل والسكاكين، وكان فيه للاسف جريح وهو شرطي. نتاسفوا على هذا الظلم. وجريحين عندهم جروح طفيفه. الممارسات هذوما، الحادثه اللي طرات البارح، كانه النظام راهو يجدد نفسه بنفسه. اعتقالات تاع سوفيا. واش هو الذنب تاعنا؟ اقتدنا الى مركز الشرطه تاع مدينه الرويضه اللي بقينا فيه حتى الساعه 5 تاع العشيه. من بعد تم اخلاءها بيننا. دروك واش صرا؟ قلت المثل ضربني وبكى وسبقني وشكى. تقدم عبد المجيد سيدهم سعيد الشكوى. أيوه. نور الدين بدوي في الحكومه قالوا بالعباره انه المتظاهرين هذوما تعدوا علينا، والشرطه ما قامتش بالدور تاعها، وتهم رئيس امن دائره تاع سيدي محمد. ايوه سيدي محمد. يعني وانت تقول ان الشرطه مشات للحل السهل هو جمع هذو النقاب. انا باش نقول لك، الشرطه ملي بدينا المظاهره تاعنا ما عمرهم ما تعرض. ايوه. يمنعونا باش نفوتوا، كانوا يقوموا بالدور تاعهم، ولكن البارح كان حضور رئيس امن الدائره لاول مره، هو اللي طلب اعتقالنا. ايوه. فوالا. داونا في السيارة تاع الشرطة كنا 13 واحد. لكن المعلومات اللي وصلتنا انه سيدي سعيد عمر احمد قطيش عضو الامانة الوطنية يقول انه جمع له توقيعات اكثر من 91 توقيع، هو النصاب اللازم لضمان الأغلبية لسيدهم السعيد. يعني يجيب لنا هذا 91. شوف اللجنة التنفيذية الوطنية جمعت النصاب المريح زائد حوالي 25 توقيع، فهمت؟ إذا عنده التوقيعات هذو ما يتفضل يعني نهار الرأي العام. يعني علاش مازال باقي في هذه اللجنه المركزيه وحنا نشوفوا انه الشعب ينادي برحيله هو وجماعته، يعني جماعه كبيره يعني. اعطيك صحه. هذا سيدي سعيد وجماعته حلقه من حلقات النظام منتهي الصلاحيه تاعو. شوف برك المظاهره تاع نهار الجمعه هذه، اللافتات اللي تحمل صور تاعو هو شخصيا سيدي سعيد، وكان لافتات وتسيب صور هو مع المجموعه المغضوب عليها من النظام.
اللي ما كان نذكرهم وتعرفوهم كل. لا لا ما كل يعني احنا شفنا سيدي السعيد مثلا سيدهم السعيد كان يلتقي مع البطرون على راسهم حداد اللي راه موجود في السجن على قضيه محاوله هروبه على الحدود التونسيه وموجود في السجن اليوم حداد، وحداد يقول وصلتنا معلومات انه يقول لو يعني يفضح المسطور ويعري هؤلاء قال لك ممكن يبنوا سجن او سجنين وما يلمهمش هذا الجماعه اللي كانوا متواطئين معاه. يعني واش علاش مازالهم يدوروا الان هذا الجماعه وعلاش هذا التعنت يعني بعد سبع جمعات من الحرك؟ أربع ملاعب كما خمسة زويلية ما يقدروش يلموا الفاسدين، ما كانش غير علي حداد وسيدي سعيد والجماعة. راهو مصالح الدرك الوطني راهي فتح التحقيق في قطاع البناء والأشياء العمومية. أيوة. الأدلة تفضح الكل، في حتى مسؤولين كبار في عندك في لو فون ناسيونال دي انفيستيسمون اسمه الهفاني، عندك بزاف كاين مسؤولين كبار. لكن هذا التحقيقات ربما الان نسمعوا التحقيقات مفتوحه من 62 1962 التحقيقات مفتوحه لكن تبقى حبيسه الادراج. يعني الان واش راح يوقع؟ انت كنقابي وانت راك ضد بقاء سيد السعيد في مكانه، ما هي الخطوات القادمه؟ يعني الخطوات القادمه، شوف من الجانب القانوني التنظيمي احنا نحترموا القانون، عندك ضروره انعقاد دوره استثنائيه للجنه التنفيذيه الوطنيه هي اعلى هيئه في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هي اللي تقرر مصير نتاع المركزيه النقابيه بما فيهم عبد المجيد سيدهم سعيد. ماروش وحده في الامانه الوطنيه، هو زائد 12 واحد اخرين، وتم اقصاء زوج فوالا، تم اقصاء زوج من الامناء الوطنيين اللي هما طيب حمارنيه ونور الدين الواسع، معناتها يقعدوا دوكا يقعدوا 11. هو راه يتعنت اللجنه التنفيذيه الوطنيه ما تجتمعش، عوضها بما يسميها ليطاماجور اللي هو جابوه من جهته، على بالك اكثر من 20 سنه هو يفكك في المنظمه. الاتحادات الولائيه والاتحاد والفيدراليات تم تجديدها بسرعه، وتعويض الممثلين الشرعيين والنقابيين الناشطين عوضهم بمسؤولين مزكيين، ما كانش انتخابات. جميل، يعني انتم حابين تبعوا المجرى القانوني لفصل سيدهم السعيد. المجرى القانوني واش حبينا نديروا كوديطا نديروا، احنا لازم نتبعوا. جميل، لازم نتبعوا القانون اللي احنا نقابيين درناه بيدينا. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا عبد الكريم بسيس، قيادي في جبهه التطهير للاتحاد العام للعمال الجزائريين ونقابي والنشط الحقوقي. اعود اليك استاذ حسن بوراس، نرحب بك من جديد. الكل يريد تتبع المجرى القانوني، لكن هناك من يقول نحن في ظروف استثنائيه. الظروف الاستثنائيه هي اللي تخول للشعب انه هو صاحب القرار، والماده السابعه هي التي تنطبق على ما يجري اليوم في الجزائر. هذه الاجراءات القانونيه واتباع الدستور كما تتحدث قيادات الأركان ربما يسهل الالتفاف على الحراك، كما نشاهد اليوم قضية اجتماع البرلمان بغرفتيه يوم الثلاثاء القادم للفصل في قضية شغور منصب الرئيس. ما رأيك؟ تحية لك أخي عادل ولكل مشاهدي المغربية. قبل أن أخوض وأجيب على سؤالك أريد أن أقدم عزائي الخالص إلى المناضل عبد الوهاب القاسمي من بدنا، وكذلك إلى النقابي عاشور إدير، وأتمنى من الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وينزلهما أرحب جناته. بالنسبة لسؤالك، أنا أعتقد أن منذ 22 الشعب نزع كل شرعية إن كانت
لهذه المنظومة شرعية أصلا، نزع منهم الشرعية. اليوم القرار بيد الشعب الذي يرفض وأسقط كل هذه العصابة. وعندما أقول العصابة أو المنظومة التي حكمت الجزائر، لا يجب أن لا نختصرها على مجموعة بوتفليقة رئيس المدنيين، ولكن المنظومة تتكون من جناحين أو واجهتين، الواجهة المدنية التي كانت في الواجهة، والواجهة العسكرية التي أتت أصلا بهذه الواجهة المدنية. نحن نعلم ويعلم الجميع أن الحكم في الجزائر والذي يتحكم في زمام الأمور هو المؤسسة العسكرية، أو بالأحرى قيادة الأركان المتعاقبة على 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 المؤسسة العسكرية منذ 62. لهذا أقول أن الشرعية اليوم هي في الشارع، والشارع نزع الشرعية، إن كانت أصلا لهم شرعية، نزعها من المنظومة ككل بواجهتيها المدنية والعسكرية. عندما يقول قائد الأركان أنه لابد من أن نتحرك في إطار الدستور، السؤال المطروح هو هل إقالة بشير طرطاق من المخابرات هل كان للأمانة فقط أستاذ حسن بوراس، قضية بشير طرطاق يقولون أنه استقال قبل أن يقدم بوتفليقة استقالته يعني، لكن هناك إقالات أخرى اليوم في هناك إقالات أخرى تمت، وهناك تعيينات تمت وهي غير دستورية. يعني إذا طبقنا الدستور يجب أن نطبقه بحذافيره، وإذا رجعنا إلى الشرعية الشعبية خلونا نقول نحن في موقع استثنائي، ونحن في موضع استثنائي، والشعب والكلمة تعود إلى الشعب اليوم. أعتقد أننا اليوم أمام حالتين، حالة هي في حالة في الشارع هي ثورة شعبية تطالب بإسقاط كل المنظومة بواجهتيها، وحالة انقلاب غير معلن على مؤسسات رئاسة الجمهور. نحن أمام حالة مشابهة ل 92، فقط المعطيات مختلفة نوعا ما، ولكن نحن أمام انقلاب بعدما اليوم الذي يحكم الجزائر هو المؤسسة العسكرية المتمثلة في قيادة الأركان، هي التي تأمر وهي التي تقيل وهي التي تعين اليوم، فقط الانقلاب غير معلن عنه. نحن أمام حالة استثنائية كذلك غير معلنة، الجيش هو من يتحكم في هذه المرحلة، ويريدنا بمناورة مفضوحة أن نبقى في مواد الدستور الذي هو والجيش، مؤسسة الجيش لم تحترمه أبدا، هذا واقع. لو كانوا يحترمون الدستور لطبقوا كذلك مادة 102 منذ 2014، قبل 22 فبراير كان قائد الأركان يطبل للعهدة الخامسة، واليوم يتكلم عن إقالة عن تطبيق المادة 102 والبقاء في الدستور. نحن أمام حالتين استثنائيتين، حالة انقلاب عسكري ضد رئيس الجمهورية، وحالة ثورة شعبية ضد تطالب بإسقاط رئيس الجمهورية وحتى الواجهة العسكرية التي أتت برئيس الجمهورية. هذه هي الحالة اليوم. يجب على المؤسسة العسكرية أو بالأحرى قيادة الجيش، يجب أن نفصل بين الجيش وقيادته، أن تذعن للمطالب الشعبية، و اسمح لي يعني هل هو هي أزمة، الشعب خرج ويطالب برحيل هذه الرؤوس، وحتى مؤسسة الجيش أو قيادة الجيش سمتها بالعصابة، العصابة ولم تذكر أسماءها. لا لاحظنا فقط إيقاف أو توقيف رجل أعمال علي حداد، وهو اليوم موجود في السجن، وقال يعني لو أكشف أسماء المتورطين في الفساد لا ملأت سجنا آخر مثل سجن
الحراش، لماذا لا تتحرك هذه المؤسسة أو قيادة، القيادة قيادة الجيش لتحرير أولا القضاء من هذه السلاسل التي تعيقه عن إجراءات القانونية ضد هؤلاء العصابة؟ ولماذا يعني كأنها بالتعبير الشعبي تتبهلل، يعني قضية الحراك خلي الناس تتكلم لكن نحن ماضون فيما نحن فيه الآن. شوف أخي عادل، المنظومة تتكون من جناحين، جناح مدني متورط في الفساد وجناح عسكري متورط في الانقلابات وفي الدماء. لا بد أن نعود إلى تاريخ 92 والمأساة التي عاشها الشعب الجزائري. لا يمكن حصر الأزمة في نظام في مرحلة بوتفليقة فقط. بوتفليقة كان مجرد نتيجة لأسباب معينة عاشتها الجزائر، وهذا الذي يريدون القفز عليه. إذا تكلمنا عن الأزمة الجزائرية يجب أن نطرحها من كل الجوانب، من كل النواحي، ولا نقتصر على طرحها من جانب معين. يجب الكلام أن المشكل في الجزائر هو مشكل العسكريتارية التي حكمت الجزائر منذ 62، وهي التي أتت بكل هذا الخراب الذي نعيشه اليوم، هي التي أتت بالسياسيين الفاسدين وجعلتهم واجهة وتنهب بأسمائهم. علي حداد من صنعه؟ ربراب من صنعه؟ بحكوت من صنعه؟ كونيناف من صنعه وحماه؟ هذه المؤسسة العسكرية التي كانت تتحكم في أدق تفاصيل وحركات وسكنات المجتمع الجزائري ولا زالت تتحكم حتى اليوم. هذا هو يجب أن ننطلق من هذه الحقائق التاريخية التي عشناها ونعيشها لكي نعالج حديثك كذلك عن اعتقال صحفي مزيان عبان. هناك من يرجع قضية الاعتقال إلى المقال الذي أو الحوار الذي أجراه مع الجنرال السابق بن حديد الذي قال في هذا الحوار، قال لا يجب على الشعب الجزائري لا يثق في قائد الأركان، هو يريد الالتفاف على الحراك. هل وصلتك معلومات على حول هذا الاعتقال؟ يعني علمت باعتقال الزميل عبان مزيان، ولكن الأسباب لم أعلم بتفاصيلها، ولكن مجرد اعتقاله يؤكد أن المنظومة ما تزال بأذرعها الأمنية وأجهزتها الاستخباراتية تتحرك. العصابة ما تزال تتحرك وتقمع وتبطش بكل الأحرار. شاهدنا النقابيين كيف اعتقلوا. ما تزال الممارسات، لأن الاستبداد سيتشبث لآخر رمق وآخر لحظة بممارسته وبالكرسي. هذا شيء منطقي لدى منظومة مستبدة حكمت الجزائر وتغلغلت في تفاصيل وأدق تفاصيل المجتمع. هذه المنظومة لن تسلم بكل سهولة، ستحاول. جميل، سأعود إليك أستاذ حسن براس. ينضم إلينا من الجزائر أستاذ عمار خبابة المحامي والناشط الحقوقي. أستاذ عمار خبابة، ما رأيك؟ هل هو الحل السياسي التوافقي أم أنه المنهاج الدستوري الذي ربما يصر عليه قيادات العسكر في الجزائر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أحييك الأخ عادل وأحيي ضيوفك والمشاهدين الأعزاء. الواقع هو الحراك منذ البداية يعني كان وجهته واضحة، وهي تغيير النظام وغياب رموزه ورجالاته الذين جثوا على هذه أو هذا الشعب في انتخابات ظلت دائما محتج عليها وغير قانونية وغير نزيهة. وبالتالي اليوم الحل الدستوري ربما الشق الوحيد اللي ربما تفاعل معه الشعب هو مسألة الاستقالة، سواء عن طريق إثبات العجز أو هو شغور منصب الرئاسة، سواء كان لعامل أو لعامل صحي أو بالاستقالة. أما الباقي الترتيبات فهي منذ البداية، ولا سيما في الجمعة الثانية والثالثة، وإلى الآن الشعب يطالب برحيل كل هؤلاء.
لماذا الذهاب في هذه الإجراءات؟ الكل يجمع الكثير أنها إجراءات شكلية، إن لم تكن شكلية فهل نتوقع مثلا يوم الغد مع اجتماع البرلمان بغرفتين يخرج البرلمانيون، ونحن نعرف التشكيلة تشكيلة البرلمان، هل ممكن لهؤلاء البرلمانيين يخرجون على الشعب الجزائري ويقولون أن لا يوجد شغور في منصب رئيس الجمهورية وال هذه الاستقالة غير مقبولة؟ يعني ما العمل في هذه الحالة؟ يعني هي مستبعدة جدا، لكن ما هل ممكنة؟ أولا دستوريا غير مقبولة، ما كان إثبات شغور منصب رئيس الجمهورية في الاستقالة وفي الوفاة يتم عن طريق آلية واحدة وهي مجلس الدستوري. نعم. والمجلس الدستوري قد بث في الموضوع، أما جلسة البرلمان فهي جلسة بروتوكولية هي فقط لمعاينة هذا الشهور، لأنه تبقى من تركيبة الدستور وأنه البرلمان يجتمع. لماذا؟ لأنه حدث، يعني وتحدث بين يعني تحت التحفظ أن استقالة الرئيس أو شهور منصب الرئاسة بأي شكل من الأشكال هو في تاريخ الأمم وحتى في الدستور الحالي للجزائر هو حدث عظيم، وبالتالي لابد أن يجتمع البرلمان. لا لكن الحدث الجلل الذي لا يقبله الشعب الجزائري وقد ربما برهن عليه في هذه السبع جمعات وأكثر، قضية استخلاف عبد القادر بن صالح ممكن أن يكون رئيسا للدولة في هذه 90 يوم القادمة. هو يعني فقط يعني قلت لك بالاجتماع هو لمعاينة هذا الحدث الهام في تاريخ المؤسسة وفي حتى في بالنسبة للدستور. فالبرلمان يأخذ خبر يعاين فقط وليس له الحق أن يقبل أو يرفض. نعم. هو جلسة فقط يأخذ يقدم فيها تقرير وانتهى الأمر والتفكير بالأحكام الدستورية وأن رئيس مجلس الأمة سيتولى هذا المنصب وانتهى. البرلمان لا يصوت ولا يتدخل النواب ولا تكون هناك نقطة نظامية لغير ذلك. هذا ما هو موجود في النص. الآن يخرجون عن النص فتلك مسألة أخرى. الشعب يتوقع أن النواب سيقاطعون هذه الجلسة وربما هذا لبقاء ماء الوجه. يعني وأنهم ينحازون إلى شعبهم ويرفضون الذهاب إلى هذه المؤسسة أصلا لا للمعاينة ولا لشيء آخر. نعم. وهذا الذي ينتظره الشارع وينتظره كثير من المواطنين. طبعا المواطنين لا ينتظرون أن النواب هم الذين سيقومون بالتغيير من القبيل، ولكن هذا كما يقولوا بالفرنسية ستنجست، يعني حركة من النواب، يعني إجراءات شكلية. لكن الآن في نظرك نحن نلمس أن لا يوجد تجاوب فعلي وتجاوب ربما ملموس من قبل متخذي القرار في الجزائر، يعني بحجم هذا الحراك والأعداد الهائلة التي تنزل للشارع في كل جمعة وكذلك في الأيام المتبقية الأخرى، لماذا لا يوجد هذا التجاوب في نظرك؟ هل هو التفاف كما يرى فيه الكثيرون؟ طبعا هو السلطة ماذا بها تعالج الأمر بالناس بي 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 بالسلطة الآن فيها من راح وفيها من مزال، وبالتالي إذا كان قدروا يعني يمشيوا ويبقوا بالسلطة يبقوا، هذا هو الشيء اللي نشوفه فيه. وإلا أنا أقول لك مثلا رئيس مجلس الدستوري ورئيس مجلس الأمة هؤلاء عينهم الرئيس، الرئيس غاب راح استقال، أنت جاي مستعد عندك استعداد وعندك جيت يعني أخلاقيا يعني أخلاقيا كان عليه من الاستقالة يعني. طبعا هل يعقل واحد أنا عيني واحد هو استقال ومشى وأنا نجي نخلص مكانه حتى من الناحية الأخلاقية يعني؟ اعتقادي وأنه هناك طبعا هناك مناورات للالتفاف على الإرادة الشعبية. الآن هناك شرعية الشرعية الشعبية وهناك نصوص دستورية
بين قوسين يعني. لماذا؟ لأن هذا الدستور الذي تم خرقه وتم عفسه يعني ما خلوا فيه ما بقوا الآن يتمترس ويتدرج وراء بعض المتحدثين وبعض المتملقين وبعض الناس اللي مازال في السلطة. طبعا المادة 102 يعني كيف يتم تطبيقها مع حراك شعبي هو ثورة سلمية بأتم معنى الكلمة. الناس جاية تتكلم يقول لك الدستور، وش من دستور؟ الشعب خرج للشارع كله 20 مليون. يعني من بين هذه الأسماء شخصيات محسوبة على المعارضة، وكان يرى فيها الشارع الجزائري أنها هي من تقوم بهذا ربما إيجاد الحلول التوافقية. رأيناها ترقص هي كذلك رقصة البطل لقرارات القيادة قيادة الجيش. والله شوف يعني هذه هبة شعبية، وهذه الهبات مثل هذه هذه إذا كان ضيعناها أراها لازم لها 20 سنة فربها تولي. الشعب استفاق، الشعب اليوم كان مستقيلا من الحياة السياسية، اليوم عاد إليها يناقش يفهم يسأل يريد أن يشارك في حكم ذاته. كيف لنا أن نضيع هذه الفرصة؟ كل إنسان غيور على وطنه يحب الجزائر عنده ذرة أنت احترام لتاريخ الجزائر لابد أنه ينحاز إلى الشعب، لابد أن يكون وسط الشعب. الشعب يريد تغيير، الدستور قاصر ما هوش قادر يحل. لماذا؟ لأن المادة 102 هذه اللي يتكلمون عليها هذه أعدت في وقت عادي لمعالجة وضع عادي لما تكون الدولة فيها مؤسسات، ونحن في وضع استثنائي وفيه ثورة وفيه مطالب شعبية واضحة. إيه يرحم والديك، المادة 102 هذه أعدت لمعالجة وضع طبيعي. قال الرئيس المؤسسات تشتغل، الناس تخدم لباس، قانون يطبق، يجي رئيس الجمهورية يقول لنا استخيلوا لسبب أو لآخر، نقول له يجي رئيس مجلس الأمة لمدة 6 أشهر ونديروا انتخابات رئاسية، معناها يعني حتى تستمر الدولة خلال 6 أشهر. يعني ما, 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 ما هي الحلول في عجالة الآن أستاذ عمار خبر؟ ما هي الحلول التي سيرضى بها الشعب؟ يعني الحلول التي سيرضى بها الشعب يريد، الشعب يريد مرحلة انتهاء مرحلة انتقال ديمقراطي. نعم. تكون فيها هيئة رئاسية من شخصيات الشعب راه يردد أسماءها هي اللي دير لنا حكومة نتاع كفاءات لتسير الشأن يعني تصريف الأعمال، هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها، تعديل قانون الانتخابات والذهاب إلى انتخابات رئاسية. وأنا من رأيي إلى المقترح أنه المرشحين للرئاسيات هم الذين يقترحون تعديل الدستور وكيف يتم تعديله، سواء بالطرق اللي راهي مطروحة في الشارع والشعب يختار. يعني حتى وان تقرر المضي في هذه الخطوات، ماذا ننصح الشارع الجزائري؟ هل سيبقى في الشارع أنه سيسلم بهذه المقترحات؟ الشعب عليه ان يبقى، لازم نبقاو نتحركوا، لازم نبقاو نخرجوا، ولازم نبقاو نعذروا. وهذه المساحه تاع الحريه لا نقبل ان تجفف، ولا نقبل ان تصادر من اي طرف. نحن ما جبناها غير بالسيف، يعني بعد سنوات من يعني التعتيم ومن مصادرة الرأي ومن مصادرة الإرادة، ولا نفرط فيها. لازم نبقى ونخرجوا ونمشيوا ونعبروا، وحتى أثناء المرحلة الانتقالية ما يعجبناش حاجة نخرجوا ونهزوا لافتات ونندد في الأشياء اللي ما تعجبناش وهكذا. لابد نبقى يعني يقظين معبئين مجندين للخروج الى الشارع في اي وقت. شكرا جزيلا استاذ عمار خباب المحامي والناشط الحقوقي، كلمتنا من الجزائر. ما رايك استاذ حسن بورس؟ استاذ حسن الشارع الآن عاود لي من فضلك لأني لم أتابع البداية. قلت لك أعتقد اليوم أننا أمام مشهد وشيء جميل اليوم، أن الشارع مطالبه واضحة، مطالب المنظومة برمتها ترحل، برموزها وبشخوصها ترحل.
وأمامه اليوم الحاكم الفعلي وهو المؤسسة العسكرية، قيادة الأركان، وهذا هو الشيء الجميل اليوم. على الحراك اليوم الشعبي أن يخاطب مباشرة الحاكم الفعلي الذي هو المؤسسة العسكرية ويطالبها بأولا تطبيق، قبل أن تطبق مسألة مواد الدستور تطبق قانون المستخدمي المؤسسة العسكرية، وهو إحالة القائد صالح على التقاعد لأنه بلغ سن التقاعد، وتقدم وجها آخر لم يكن من في 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 زمرة المجموعة التي حكمت الجزائر منذ سنوات، وتتفق مع الحراك الشعبي على تسيير مرحلة متفق عليها تمهد لانتقال ديمقراطي حقيقي يشارك فيه الجميع دون إقصاء. هذا هو اليوم المطلوب، وهذا هو الشيء الجميل الذي أعود وأعيده، أننا أمام الحاكم الفعلي للجزائر وهو المؤسسة العسكرية. ألو، أسمعك جيدا أستاذ حسان، لكن كما قلنا أن الحل التوافقي هو في كما ذكر الأستاذ عمار خبابة، وكأسماء يتداولها الشارع الجزائري، لكن من بين هذه الأسماء كذلك التي يتداولها الشارع الجزائري هناك أسماء محل انتقاد لربما اصطفافها مع مقترحات القيادة العليا للجيش. يجب أن نفهم أن الحراك الجماهير يمارس كذلك نوع من الدكتاتورية، وهذا غير مقبول. هناك أسماء برزت تم انتقادها من رغم أنهم معروفين ونزهاء، ولكن تم بسبب بإعاز أو لعدم علم ومعرفة بهذه الشخصيات تم تشويهها وطردها حتى من الحراك. هناك شخصيات معروفة يمكن على أن يثق فيها الشعب الجزائري لتكون ضمن طاقم يتفاوض مع المؤسسة العسكرية الحاكمة في الجزائر لترتيب مرحلة انتقالية متفق عليها. يجب أن لا ننسى كذلك لدكتاتورية الجماهير، لأن الجماهير خرجت لتحطيم وتهديم منظومة، وأما البناء فالبناء يتم من طرف نخب فيها ثقة، نخب متعلمة، نخب سياسية نزيهة ونظيفة، هي التي ستبني المستقبل الجزائر. لكن المشكل الكبير كما ذكرت هو هذه دكتاتورية الجماهير، كيف السبيل لتعبئتها وتوجيهها؟ أعتقد أن هناك في الجزائر الكثير من الحركات النضالية المعروفة التي تعرضت للمظالم، أصحاب القضايا العادلة يجب أن يتحركوا ويأخذوا بزمام الأمور ولا يتركوا الكثير من الغوغائيين والانتهازيين. حتى اليوم نشاهد حتى أن هناك ترديدات، انتهينا من مشكل أصحاب الكاشير، اليوم نسمع أصحاب الكورنيت باف يهللون المؤسسة العسكرية. نحن خرجنا لكي ننتهي من حكم العسكر ونعبر لدولة مدنية ليس فيها حكم العسكر ولا دولة بوليسية تقمع المتظاهرين. يجب على الحراك أن يتنبه لهذه الاختراقات ولهذه الانحرافات التي تقع سواء بإعاز أو بعدم، لأن الكثير من الذين يخرجون اليوم ليسوا مسيسين بما يكفي وهم من يقودون لكن إن كانت هناك نية طيبة، خلونا نتكلم على قيادات الجيش، إن كانت هناك نية طيبة لديهم للوقوف لجانب الشعب كما يدعون، لماذا لا يتحرر القضاء المصادرة اليوم؟ ولاحظنا خروج قضاة ومحامين في كل ولاية الوطن يطالبون بتسريحهم وإبعادهم من قضاء الليل كما سماها البعض. نعم، يجب مكاشفة ومصارحة الشعب. المؤسسة العسكرية يجب أن إذا كانت لديها قيادتها لديها نية حسنة، يجب أولا أن تزيح القائد صالح. القائد صالح جزء من المنظومة السابقة، يجب أن تقدم وجوه جديدة يثق فيها الشعب وخطاب جديد
وإجراءات جديدة مهدئة إجراءات تهدئة لكي يطمئن الشارع. مثلا قضية علي بالحاج الذي لا يزال محاصرا حتى اليوم، وقضية ما يتداوله الكثيرون أن هناك اعتقالات اعتقالات لعدد من رجال الأعمال. يجب على القضاء أن يعتقل وليس العسكر. يجب أن ذكرتني في قضية علي بن حاج، وكذلك قضية بن نعوم. بن نعوم المضرب عن طعام مدة 15 يوم على ما أظن، وهو تعرض لعملية جراحية قبل أسبوع أو أسبوعين، ليس كذلك؟ نعم، قضية بن نعوم التي لم توجد لحد الآن القضاة لدى المحكمة العليا لم يدرسوا قضية الطعن بالنقد الذي قدمه منذ أكثر من سنة. لحد الآن لم يتم جدولة هذه القضية. لا بد من إجراءات تهدئة من أظن أن المكالمة انقطعت مع أستاذ حسن بوراس، وكنا نتحدث عن هذه الإجراءات القانونية الغير مطبقة من قبل القضاء المصادر كما وصفه بعض القضاة الذين خرجوا بالآلاف في كل الولايات. إذا المشاهدين الأفاضل، الخطوط مفتوحة لكن لدينا مشكل مع الهاتف. الرجاء الاتصال بنا على خدمة سكايب للإدلاء بآرائكم حول تعنت المنظومة في الجزائر وعدم مسايرتها بشكل جدي لمطالب الشعب الجزائري الذي يصر على الخروج في جمعات أخرى لإيصال رسائله ورسائله الواضحة منذ 22 من فبراير الماضي، وهو يطالب بنفس الشعار، شعار تتنحوا كلكم أو كما يقول العاصميون تتنحوا قاع. إذا مشاهدي الأفاضل، الخطوط كما قلنا مفتوحة لكم للإدلاء بآرائكم. تمكننا من الوصول إليكم عبر الهواتف فبها ونعمة، وإلا فخدمة سكايب هو أحسن طريقة للتواصل معنا في هذه الفقرة الصباحية من هذه التغطية الخاصة بالحراك الشعبي في الجزائر. وكما قلنا فالشعب الجزائري يؤكد مرة أخرى في لوحة فنية رائعة رسمها في الداخل وفي الخارج. يوم الجمعة كانت معظم الولايات الجزائرية كانت زاهية بالألوان العلم الجزائري، وكذلك يوم السبت ويوم الأحد. هذا النهار كذلك عدة عواصم أوروبية تعرف خروج للجالية الجزائرية. أمس كانت هنا بلندن وباريس، واليوم أنا ما أعتقد هناك خروج في بعض المدن الفرنسية مثل ليون أو مارسيليا. كذلك خرجوا الآلاف للتعبير عن مؤازرتهم لشعبهم في الجزائر الذي يصر على ذهاب هذه المنظومة التي ركعت الجزائر منذ الاستقلال. كما ذكرنا سابقا في 20 سنة الماضية كان بوتفليقة كان في أحد خطاباته كان في باتنا على ما أظن قال ارفع رأسك يابا. لم يستطع خلال 20 سنة من حكمه أن يرفع رأس الجزائريين، لكن في أقل من أسبوع رفع الشعب الجزائري رؤوس كل الجزائريين، رفع رأسه عاليا في معظم العواصم العالمية. ونتحدث مع نور الدين الآن من الجزائر. مرحبا بك نور الدين. نور الدين اسمعني، أظن أن الخط انقطع كما قلنا، فيه مشاكل على خطوط الهواتف. الرجاء الاتصال بنا على خدمة سكايب. لاحظنا كذلك سكوت البعض خاصة معظم العواصم العربية عن هذا الحراك الشعبي في الجزائر، لم يجد دعما من جل العواصم العربية.
بعد بعض العواصم الغربية التي نطقت مؤخرا وتحدثت عن مؤازرتها للشعب الجزائري. لاحظنا فيه يعني سكوت مطبق على الحراك الجزائري، وكأنه يشكل خطرا للأنظمة البائسة التي تحجر على قلوب الأمة العربية والإسلامية. إذا المشاهدين الأفاضل، أظن أن الهواتف لم تعمل بشكل جيد، وكذلك وقت هذه الفقرة قد اكتمل، وننتقل إلى الزملاء في باريس وهم سيواصلون هذه التغطية معكم. ربما الخطوط ستكون أكثر وضوحا وأكثر جدية من الخطوط هنا في لندن. نشكركم على متابعة ونلقاكم في مواعيد لاحقة. إلى اللقاء.